بعد إصدار القضاء المصري الحكم بالإعدام في حق أكثر من 500 شخص من الإخوان المسلمين، حبينا نشوف رأي سياسي تونسي في هذا. بالنسبة إلى هذه المجزرة المعلنة في مصر، أظنها تدخل في باب مواصلة الانقلاب والسير إلى الأمام، وهي رسالة لتونس بخطورة الوضع وخطورة الانقلابات، وأنها تؤدي إلى وضع ديكتاتورية يعني أقوى من السابق. سمعنا بالقرار هذا البارح، والحقيقة احنا متأسفين برشا 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 برشا، على خاطر شفت كي تحكم على، أنا سمعت اللي هما 1500 الكل، يعني المحكمة باش تحكم على 1500 واحد، شفت كي تحكم على برشا ديجا أنت بهكا وبهكا باش تغلط، الحكم ما نهمش يكون عادل، معناتها شكون هالحاكم هذا اللي باش يحكم عليهم الطيارة؟ هذا حاجة. حاجة ثانية، وراو هما دي مقاطع فيديو نتاع ناس هاربة وناس كذا، ما نعرفش كيفاش أنا نجم يوجهوا 520 يواجههم نفس التهمة اللي هما قاموا بها، اسكو خذوهم فرادا ولا كيفاش؟ هي طلبت جلسة رسمية للمسألة هذه، لأنه يهمنا الشأن المصري أيضا، أخوانا هذوكم وعيد باش دولة كيما تونس تسكت على المجزرة اللي باش يعملوها واللي عملوها واللي باش يعملوها. لازم تونس تاخذ موقف مش مجرد بيان، وإنما موقف رسمي، لأنه هذه اسمها إبادة. ممكن إبادة باسم القانون، وهي أخطر صور الإبادة، لأن الإبادة في الأصل اللي يقوم بالإبادة تقه خايف ولا هارب ولا هذه التتبعات، هما يمارسوا فيه باسم الدولة المصرية، باسم الشعب المصري، والشعب المصري أسمى وأرقى من أنه يرضى بمثل هذه المجازر. سمعنا بالحكم هذا يعني كان صدمة حقيقة، وهذا يؤكد اللي قلناه قبل في حركة وفاء، أنه الشعوب العربية ممنوعة من أنها تختار حكامها. الشعوب العربية يعني هناك عليها كما يقولوا أبارتايد ديمقراطيك، ممنوعين من الديمقراطية. الديمقراطية يعني حسب الغرب يعني هي فقط للناس الذين يحملون نفس قيمهم، لكن الناس اللي ما يحملوش قيم الغرب ممنوعين من الديمقراطية. صراحة هذه جريمة في حق الديمقراطية وفي حق الشعب المصري وفي حق جميع الشعوب العربية.